واخا محمد الدوار الزاويه زايد خلف اونين الزنزال كيزعتو بزاف مضيقه بزاف مزوخه كنخرج في الزنق كنبكي بزاف الدراري ما غاتنعس المراه ما كتنعس البقرة تعرف برا كلشي خارج كلشي خارج كلشي الدار مشى صافي كلشي مشى نعس عارف في الزنق ما فيه قيد ولا ما فيه والو في الزنق صافي غنعس تصدموا بزاف صافي كتطلع صافي كتمشي كتخرج كتجري كتجري بالليل انا عسان كان خدام كان انا خدام غير في الدوارات صافي كان يجي عيان وصافي نعس وجي ذاك الزنزال ونوض كنوض الدراري كتخرج لا ما بقى في الدار انا الوليد خصنا كنعسس حتى الصباح كنعيش كنخدم غير في 75 درهم كتجاوبو صافي كاين الصير بزاف النهار كاين 75 درهم 75 درهم فين غات يلا اربعه د الاولاد زاد والمراه هي خمسه في الدار بقى بكل شيء نخدم غير مع الدوارات وصافي كيتعيط لك شي واحد كنمشي كنخدم حتى العجيت ونجي لا ما يجي حتى واحد لا ما حتى واحد ما يجي ما شتو والو حتى واحد بعدا انا راسي والو حتى واحد المساعدات كتشوف الدار كيدور في الدار وكيشوف داك الدوار وكيصوروا صافي مشو الله يرحم الوالدين الله يسردنا الله ينصر سيدنا الله يرحمكم الوالدين الله يجزيكم بخير كتعاونوا غير في الدار بعدا ها كندخل بعدا كاين اللي برز بزاف ما فيه الصيف بعدا كتنعس غير في الزنق وكيجي الشتاء كيجي البرز بزاف نعس غير في الزنق فين غنمشي فين الدار ما غتدخل الدراري الدار اي واخا غنشد المواد كنشد المواد وين فين غنحط المسائل ونحط هذاك المواد فين غنجمعوا يلا فين غنجمعوا المواد يلا خاصه كلشي كيقطع الضوء كيقطع كلشي حتى الثلاجه ما نقدر غنشري الثلاجه وخدام غير 75 درهم نشري الثلاجه دار 50000 60000 70000 فين غنجيب الله المصاريف يلا نتفخ ومصاريف غنشري الثلاجه غنشري التلفازه غنشري حتى قالوا والله غير بلا وصافي فين غنجيبوا الماكله فين غنجيبوا شي حاجه ما والو يلا 75 درهم اش كتكفى ما تكفى والو يلا والصاير وانا خدام بدل نخدم يوميا قليل مره فوق 3 ايام يومين في السيمانه ما كنتحرك السيمه يوميا كان شويه انطيباني وصافي كنعدي وصافي كنشري شويه ديال الخضره ديال السكيلو ولا كيلو شويه ديال البطاطا وشويه وخلاص غير الله غتشري شي حاجه بزاف كثرت اش غنجيبوا الفلوس فين غتجيبوا الفلوس وانا مسكين غير وخلاص والله العظيم كنتكرفسوا بزاف والله كنتكرفسوا بزاف انا نتكرفسوا بزاف اش غنبيعوا ما غنبيعوا والو ما فيه والو ما فيه ذاك المعاز ما فيه والو وتنيس الثلاجه خصنا يلا خصنا الدار خصنا التلفازه خصنا الدراري ترشوف ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.